مدرسة ابن سينا في التواهي بعداً من أعرق المدارس. المدرسة أغلقت لفترة ثم رممت وأعيد افتتاحها مؤخراً، وهي ما زالت بحاجة إلى الكثير من الأشياء التي تسهل العملية التعليمية فيها. مناشدات من قبل الأهالي في التواهي إلى الجهات المعنية لتوفير ما تحتاجه هذه المدرسة من شبكة طاقة شمسية بسبب الانطفاء المتكرر للكهرباء، وخاصة ونحن قادمون على الصيف، وأيضا مظلة لساحة المدرسة وإضافة عدد من الكراسي للفصل والفصول المختلفة داخل المدرسة للتخفيف الزحام بين الطلاب. يا جماعة احنا جينا من مطلب حقيقي عشان هذا الجيل المساكين. السلام عليكم. مرحبا يا جماعة، أنا في مدينة التواهي الجميلة في مدرسة ابن سينا العريقة في التحديد. هذه المدرسة اللي عانت كثير وطلباتها كثيرة جدا، وطبعا في قصور من الجهات المعنية. تعالوا نتعرف على أهم متطلبات هذه المدرسة ونشوف مع بعض. هذه المدرسة يا جماعة، الله، البداية مش عارف كيف يا جماعة طلاب جالسين يدرسوا، الهواء الطلق بسبب عدم وجود الكهرباء، صح؟ كهرباء ما في، كهرباء طاقة شمسية، إلا في كهرباء طاقة شمسية ما في، طاقة شمسية ما في. يعني لما تطفى الكهرباء تطفى الحياة، يطفى التعليم، يتوقف شريان الحياة. هذا احنا فيها من البر. طبعا هذه هي المدرسة بالتحديد، مدرسة طبعا فتحوها شباب التواهي الله يحفظهم. 20 كرسي مثلا، 25 طالب، والطلبة داخلت الصفوف يستعب 61 طالب. إحنا الصفوف داخلت أقول لك 61 طالب، كيف يجلسوا الطلبة؟ بعضهم الطلبة داخل جالسين في الأراضي في الأرض، أيوة، بعض الطلبة أخذ الكراسي، يعني ازدحام. طبعا هذه بداية لقيت قطرة يا جماعة، هذا شوف الصف واحد هذا والله يا جماعة، هذا المدرسة قدامكم، موقعها في وسط المدينة، موقع استراتيجي مهم جدا. مثلا أولا استكمال البناء، لأنه عدد الطلاب لم تسمح بعدد الصفوف الموجودة. شوف هذا، هذه فترة الظهيرة، بده يجهز العمدان. فترة الصباح بيكون يمكن المرحلة 3 شعاب. كل صف كم استوعب؟ كل صف عندي بالظهيرة يمكن أقل حاجة 58، لكن بالصباح 82 طالب بالصف. وكحاجة مهمة لازم، ده حاجة مهمة، استكمال البناء عشان تقع المرحلة واحد. يعني المرحلتين مع بعض. اثنين. الآن تعب علي ماسك مدرستين. استكمال البناء والطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية والمظلة. نشتيل عيش بأمسة كم فيها جوان دحسن. لازم نصلح الجوائد. بدنا نبغوه كمان. وكمان نشتي أهم حاجة الأمان. الأمان. تأمين المدرسة. هذا السوق. هذا عند سلم جد. قلي. فعشان يمتحنوا هذه الصفة. بعدين يدخلوا بعدهم هؤلاء، لأنه حماء كما تشوفوا، ما فيش طاقة شمسية عندهم. لما أطفى الكهرباء بيكون حماء جدا. لكن هؤلاء اللي قدامكم الأطفال بيقولوا، بيوصلوا لكم الرسالة، إيش هو مطلبهم؟ إيش المطلب الأول يا شباب يا بنات؟ تشوفوا طاقة شمسية. اثنين، المظلة. يا جماعة محتاجين المظلة هنا في الشمس، شوفوا كيف تحرق الدنيا. ثلاثة، يشيل مبنى يستكمل عشان في صفوف كثيرة. وإيش رابع حاجة؟ الغطيفة مع إيش؟ شي جوال، شي كبة، شيلوا مكان هنا يلعبوا الأطفال بدل هذا الزفلت اللي قدامكم. قطيفة عشبية للأطفال يستاهلوا. والجهات اللي بتسمعنا الآن، إن كانت جهات مانحة أو جهات مثل اختصاص بالدولة. Thank you.